صباح الخير مشاهدينا. من 22 تشرين الثاني حتى 21 كانون الأول شمس مرفقتنا ببرج القوس. بشكل عام برج القوس متفائل دايما رغم كل الصعوبات، وتصرفه الإيجابي بيجذب الحظ له. شخصيته نابضة بالحياة وحرة، بينظر دايما للمستقبل وما بيلتفت للماضي، ما بيعطي أهمية للعواطف وما بيحب يحكي عن مشاعره، متهور وما بيدرس إيجابيات وسلبيات العمل قبل ما يقوم فيه. تروني بكرة أخبركن عن الناحية المهنية من شخصية برج القوس، ولا بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. بضايقك تصرف العدائي لبعض زملائك بالعمل، الأمر يلي بيسبب لك قلق وعدم ارتياح. خليك رايق وما تنفعل بطرق مش مقبولة. أما عاطفياً، اهتم أكثر بمشاعر الشريك واعطيه من وقتك أكثر. برج الثور بتشعر بتوتر كبير هالفترة، ما تكون عدائي بالتعامل مع الآخرين، فزملائك منن مضطرين يتحملوا تصرفاتك الغريبة. من الناحية العاطفية، الجاء للشريك تيريحك وتيساعدك تخفف توترك وتعصيبك. برج الجوزاء بترتفع نسبة النجاح وبتقوى الحظوظ وبتستعيد حماسك، فأنت نشيط ومثابر اليوم وبتنطلق بمشروع جديد وبتتحمس لاتخاذ قرارات مهمة. بس كون منطقي ودقيق بكل الأمور يلي بتوافق عليها وبتتبعها بعملك. برج السرطان يوم مريح وهادئ من بعد ضغط كبير مرقت فيه. استفيد من النهار تتقوم بمشاريع ترفيهية وتتقضي وقت مع أهلك. أما عاطفياً، أنت شخص رومانسي بامتياز وبتحاول تعمل كل الأمور يلي بتسعد الشريك وبتخليه يكون مرتاح معك أكتر. برج الأسد، ركز على عملك وما تهتم للأمور السخيفة، بس ما تهمل حالك وخصص وقت للراحة وللابتعاد عن العمل. من الناحية العاطفية، ما تضيع الوقت مع الشريك على خلافات بسيطة ومنا مهمة. منكفي أبراجنا مع برج العذراء، الاتصالات بتكتر والنشاطات بتزيد، الأمر يلي بيخليك تتفائل وتتقدم أكتر. نظر لكل الأمور من الناحية الإيجابية. أما عاطفياً، الشريك بحاجة لمساعدة منك بعد أموره الخاصة، فكن حده عطول وأمن له الدعم اللازم. برج الميزان، بعد الأفكار السلبية عنك وفكر بهدوء، ما تعصب وحاول أنك تنظم أولوياتك تما تتحقق الأمور ويصير من الصعب حلها. أما أمورك العاطفية مستقرة، فلازم تقدر اهتمام الشريك الزايد فيك وما تنزعج منه. برج العقرب، فكر بمنطق بعملك وما تخطط لمشاريع من المستحيل تقدر تحققها. ما تضيع وقتك بالأمور الخيالية وخليك واقع. أما عاطفياً، كن ناضج بالتعامل مع الشريك وما تعلق على أمور تافهة. برج القوس، بتتميز بالهدوء وبحسن التنظيم، الأمر يلي بيساعدك على إنجاز الكثير من المهام. أنت قادر تحقق مشروع كبير سواء بقدراتك ومهاراتك، ما تتردد ولا تخاف. من الناحية العاطفية، بعدك قادر تحسن علاقتك بالشريك، فحاول تحل المشاكل وترجع تقوي علاقتك فيه. منكافئ أبراجنا مع برج الجدي، بتبين منفعل بالعمل على غير طبيعتك، لازم تتصرف بهدوء، فالعصبية والانفعال ما بيفيدوك بشي. تعاون وتحاور مع زملائك وتقبل أفكارهم المختلفة عن أفكارك. أما عاطفياً، ما تكون أحكام مسبقة عن الشريك قبل ما تتأكد من كل الحقيقة. برج الدلو، لازم تكون قوي بين زملائك اللي بحاولوا يضغطوا عليك تتفشل وما تتميز عنهم. ما تخليهم يأثروا فيك وما تهتم لتعليقاتهم. من الناحية العاطفية، ما تكون قاسي مع الشريك وعامله بلطف وهدوء. برج الحوت، مهنياً كل الأمور بتتجه للأفضل. تنعرض عليك فرصة كبيرة، فكر فيها منيح قبل ما تاخد أي قرار. أصدقائك بيلعبوا دور كتير مهم بحياتك هالفترة وبيقدموا لك الدعم يلي أنت بحاجة له. بالنسبة لمولود اليوم، فهو صاحب حركة دايمة وبيحب الرواء والاسترخاء. مضياف والصداقات كتير مهمة بالنسبة له، واثق دايما من حضوره، سريع الغضب ومنه من الأشخاص يلي بيروقوا بسرعة، ما بيعرف الصبر،
مزاجي وأفكاره غريبة، ما بيحب العزلة وبيهرب من الوحدة، بيعرف كيف يلفت الأنظار، والحرية عنده أساس الحياة. من مواليد اليوم المطربة اللبنانية فيروز. ولدت نهاد حداد المعروفة بفيروز عام 1935 بلبنان، وبدأت بالغناء من عمر صغير كتير، وانطلقت جدياً عن عمر 18 سنة من خلال تعاونها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وأصدروا مئات الأغاني وعملوا ثورة بالموسيقى العربية. حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة العربية والعالمية، وغنت على أشهر المسارح العالمية. أصدرت العديد من الألبومات، من آخرهم ألبوم إيفي أمل، وحقق نسبة مبيعات ضخمة، وحصد المرتبة الأولى من ناحية المبيعات. هيدول كانوا توقعات الأبراج لليوم مشاهدينا. أنا أتمنى لكم نهار حلو، بريك صغير من كف من بعده MTV Live.